تنضم إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وسوق العملات بالمجمل. أهلا وسهلا بك معنا أماني وصباح الخير. صباح الخير أماني. يعني بداية يعني لاحظنا حالة من التراجع الطفيفة شهدها الدولار وأيضا التخوفات من الركود الاقتصادي تؤثر على باقي العملات الرئيسية. بداية هل تتوقعين استمرار التراجع في الدولار وتحديدا مؤشر الدولار؟ الآن يعني كما أشرت مع بداية التداولات الأسبوعية يشهد الدولار الأمريكي بعض الضعف حيث يستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة مقابل 6 عملات رئيسية عند مستويات 104. طبعا بعد التحركات القوية التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي بعدما رفع الفائدة الأمريكية بواقع 0.5 نقطة مئوية وأكد البنك على أن هناك المزيد من رفع الفائدة في 2023 على الأقل في النصف الأول من العام المقبل في محاولة طبعا للسيطرة على ارتفاعات التضخم التي لا تزال بعيدا عن الأهداف المرجوة من قبل البنك عند 2%، الآن هي مستقرة عند 7%. ولكن ما يشهده الدولار الأمريكي من تراجعات هو بسبب غياب البيانات الاقتصادية الهامة، عمليات جني الأرباح والاستعداد لموسم يعني انتهاء العام وموسم أعياد الميلاد، وهو الأمر الذي تسبب نوعا ما في تراجع الدولار الأمريكي بعد الارتفاعات القوية التي سجلها طوال العام الحالي. الآن ومع غياب البيانات الاقتصادية الهامة نحن لا ننتظر غير بيانات الناتج المحلي أو التي تشير إلى نمو الاقتصاد الأمريكي، وأيضا بيانات الانفاق الاستهلاكي يوم الجمعة المقبل وهو المؤشر طبعا المفضل من قبل الفيدرالي الأمريكي. أغلب التوقعات الآن تدعم أن يتم أو يكون هناك مزيدا من التباطؤ في المؤشر التضخم، ولكن وهو ما سيتسبب طبعا في ضغوطات عديدة على الدولار الأمريكي أو ضغوطات زيادة على الدولار الأمريكي طبعا مع تأهب الأسواق لرفع الفائدة. ولكن تأكيد الفيدرالي الأمريكي على الاستمرار في رفع الفائدة في 2023 هو ما سيتسبب في ارتفاعات الدولار الأمريكي على المدى البعيد، ولكن المدى القريب غياب البيانات الاقتصادية الهامة وأيضا الاستعداد لموسم أعياد الميلاد هو ما يتسبب في عمليات جني أرباح على الدولار الأمريكي. نعم، يعني أماني لاحظنا تحركات قوية نوعا ما لأداء الين الياباني مقابل الدولار، ما الذي يحدث فعليا؟ لماذا يرتفع الين الياباني خلال هذه الفترة؟ طبعا شهد الين الياباني ارتفاعات قوية اليوم مع إعلان بنك اليابان عن قراراته الجديدة أو في قراراته في آخر اجتماع في هذا العام، على الرغم من إبقاء بنك اليابان اليوم في اجتماع على معدلات الفائدة السلبية والاستمرار في السياسة النقدية التوسعية الحالية، ولكن سمح بعوائد السندات لأجل عوائد السندات الحكومية لأجل 10 أعوام أن تتحرك من نطاق 0.25% لنصف نقطة مئوية، وهذا الأمر يعني كان يعني جديدا على الأسواق العالمية وجديدا على المستثمرين أن يبدأ البنك اليابان في إعطاء أي دلائل أو إشارات على احتمالات أن يغير سياسته النقدية إلى السياسة النقدية التشديدية. هذا الأمر وهذا القرار الجديد تسبب في ارتفاعات الين الياباني بقوة مقابل الدولار الأمريكي. الآن الين الياباني يستقر عند 133 ين لكل دولار، وعلى الرغم أن تلك المستويات لا تزال طبعا متدنية مقابل الدولار الأمريكي مقارنة مع بداية العام الحالي عندما كان الين يستقر عند 110 و115 ين لكل دولار، ولكنه أيضا مرتفع مقارنة بالارتفاع التراجعات القوية والانهيارات التي عانى منها الين في شهر سبتمبر الماضي عندما وصل إلى مستويات 153 ين لكل دولار. الآن وبالرغم من أن محافظ بنك اليابان في المؤتمر الصحفي عقب القرار أكد على أن السياسة النقدية التوسعية قد تكون مستمرة لفترة من الوقت في يعني محاولة للسيطرة على مخاوف الانكماش الاقتصادي التي يعاني منه الين الياباني، ولكن خطوة تحرك عوائد السندات لأجل 10 أعوام أعطى المستثمرين احتمالات أن يبدأ البنك الياباني في 2023 بتغيير سياسته النقدية للسياسة النقدية التشديدية، وهو ما تسبب طبعا في ارتفاعات الين هذا اليوم. نعم أماني، كنت قد تحدثت بالفعل يعني حول بيانات اقتصادية مرتقبة خلال تعاملات هذا الأسبوع ستؤثر على أداء الدولار، ماذا عن المنطقة الأوروبية؟ هل فعلا لا تزال البيانات الاقتصادية تؤثر على أداء اليورو أم هو يعني فقد احتكم لقرارات المركز الأوروبي والتحركات في مؤشر الدولار؟ بالرغم من قرارات البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي برفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بواقع 0.5 نقطة مئوية وهو ما تسبب نوعا ما في ارتفاعات اليورو، ولكن عادت الضغوطات البيعية
في السيطره على تداولات اليورو من جديده لعده اسباب. اولا ان يعني المؤتمر الصحفي لكريستين لاجارد محافظ البنك في اعقاب القرار كان نوعا ما مخيبا للامال، حيث اشادت باستمرار الضغوطات التي يعاني منها او تعاني منها منطقه اليورو، نقص امدادات الطاقه، انكماش اغلب القطاعات، كما ايضا ان البيانات يوم الجمعه الماضيه اكدت على استمرار انكماش القطاعات الرئيسيه سواء القطاع التصنيعي او القطاع الخدمي سواء في المانيا او في منطقه اليورو. طبعا المانيا اكبر اقتصاد اوروبي، وبالتالي انكماش تلك القطاعات ستؤثر على وضع الاقتصاد الاوروبي وهو ما يتسبب في عوده الضغوطات البيعيه على اليورو من جديد. والان اليورو مستقر عند 1.06، طبعا مبتعدا عن مستويات التعادل مقابل الدولار الامريكي، ولكن يعني الضغوطات البيعيه والمخاوف من ركود اقتصادي محتمل في منطقه اليورو في النصف الاول من 2023 قد يتسبب في عوده الضغوطات على اليورو بمجرد أن ينتهي موسم أعياد الميلاد وأن يعود الدولار الأمريكي للارتفاع لو أكدت البيانات الاقتصادية هذا الأمر الفترة المقبلة. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.